よう、皆さん、元気ですか？こちら、眠りのクドーフ。チャンネルのおちんち、クドーフです。ورجعت لكم اليوم مقطع مهم جدا جدا جدا، خصوصا اللي ما تابع كونان. فحجي مرزوق، الكثير يتساءل ويسأل كيف أتابع كونان؟ طويل، فلراته كثيرة، فوق 800 حلقة. هذا اللي جايب لكم شرح عنه. أولا توضيح فقط، سلسلة المحقق كونان ما تنحصر بس تحت مسمى المنظمة السوداء، في قضايا رائعة ومجنونة لا تخلو من المتعة والحماس وحبس الأنفاس. مثال بسيط على ذلك كايتو كيد، لاحظ في كل حلقة يظهر فيها كايتو كيد المتابع يشتد حماس ويحبس الأنفاس آملا ومنتظرا اصطياد كونان لكايتو كيد. ظهور كايتو كيد بروحه يخليك تنسى أنميات ثانية، فما مالك بالمنظمة، بالشرطة، غيره من الحلقات الجميلة، يعني ممتعة بس مو أكيد، يعني مو نفس المنظمة السوداء. سوشتي، في قسم شرطة في محافظة ناغانو يخليك غصب تعشقه، لكن راح أظل ساكت عشان ما أفسد عليك متعة المشاهدة. والحين كيف تتابع الأنمي ومن أين؟ أول شيء لازم تتابع حلقات المانجا بشكل كامل عشان تفهم القصة بالكامل. حلقات المانجا، اللي ما عارف شنو المانجا، قصص مصورة بالأسود والأبيض، وهي أساس أنمي كونان. الأنمي مقتبس من المانجا. حلقات كونان وصلت عند الحلقة 856، يعني وصلت 519 حلقة مقتبسة من المانجا، يعني فعليا كونان مو 800 حلقة وأكثر، يعني كونان الحين حاليا بالخمسمية، يعني تقدر تتابعه. وأول خطوة عليك اتباعها هي: واحد، ما تشوف الفيلر، لا تشوف الفيلر، بعدين إذا يعني إذا حبيت كونان وحبيت حلقات ما شفتها ارجع شوف الفيلر. الخطوة رقم اثنين، شوف حلقات المانجا بس والمكونة من 519 حلقة. رقم ثلاثة، الصبر على المئوية الأولى، لأن مؤلف المحقق كونان أوياما غوشو لم يتوقع أن الأمور ستصل لهذا الحد، فقام الاستديو بتحريف بعض الحلقات المهمة. رقم أربعة، ما راح تحس أنك دخلت عالم المنظمة وكونان إلا بعد الحلقة 128 إلى 129. رقم خمسة، لا تدخل تويتر كثير، لا تتابعني ولا تدخل أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي لما تشوف كونان عشان ما ينحرق عليك، لأن عنصر المفاجأة بكونان هو أهم شيء. كونان أساسه غموض، فلازم تتفاجأ عشان تحس فعلا أنك متحمس. رقم ستة، لا تتابع الفهاوة، ركز بالحوارات حتى ما تطوف عليك معلومات قيمة وذهبية وأسطورية، لازم يعني لازم تركز بالحوارات. رقم سبعة، تابع الحلقات بأفضل ترجمة وأفضل مترجمين لكونان، ميستري شينجيتسو وموسومس MSOMS. ملاحظة، فريق شينجيتسو هو نفسه ميستري، ولكن قاموا بتغيير الاسم من شينجيتسو إلى ميستري. وراح أعطيكم قائمة أفضل مترجمين يعني حق كونان، فلازم تتابعهم، لازم تتابع كونان من خلالهم. راح أحط أساميهم، مواقعهم، كل شيء بالوصف. والحين كيفية متابعة أفلام المحقق كونان. عدد أفلام المحقق كونان المتسلسلة والتي صدرت إلى الآن 21 فيلم، وأكيد أعلم عن الفيلم 22 راح يكون السنة الجاية، بالإضافة إلى فيلم لوبين الثالث ضد المحقق كونان ليصبح 22 فيلم حتى الآن. وأود التنويه أن أفلام المحقق كونان مو من تأليف كاتب كونان، يعني ما له علاقة بالقصة الرئيسية وما له علاقة بالمانجا إلى حد ما. وهذه الصورة شرح كيف تتابع الحلقات مع الأفلام بالتسلسل، كبترها، احفظها، سو فيها اللي تبي. المهم هذا الأفلام تتابعها من الأول إلى التاسع عشر عادي بالتسلسل، بعدين الفيلم 20، هنا الكلام، الفيلم 20
لازم قبلها تكون متابع الارك القرمزي اللي هو من حلقة 779 الى 783. لازم تكون متابع الارك هذا عشان ما تدخل الفيلم وانت منحرق عليك، ما يصير. والحلقة الخاصة بالفيلم العشرين هي حلقة 813. اما الفيلم 21 اللي هو عن هيجي وكازوها، لازم تكون متابع الحلقة 855 قبل ما تشوف الفيلم. وبالنسبة لمشاهدة فيلم لوبيني الثالث ضد المحقق كونان، لازم تكون شايف الحلقة الخاصة لوبيني الثالث ضد المحقق كونان، حلقة خاصة مو فيلم. هالحلقة اصدروها في 2009 ولازم تشوفها عشان تقدر تشوف فيلم لوبيني الثالث. لازم تشوف الحلقة الخاصة عشان تشوف الفيلم. والفيلم نزل في 2013 لأنهم متسلسلين، الحلقة الخاصة والفيلم. والحين الإصدارات الخاصة لسلسلة المحقق كونان، في إصدارات خاصة مختلفة عن حلقات الأنمي والأفلام، وهي الأوفا والحلقات الخاصة الغير مرقمة، مثل حلقة لوبين الثالث ضد المحقق كونان اللي نزلت ب 2009. كيف تتابعها؟ راح أشرحها. هذه الصورة للأوفات، كابتشرها، خلها عندك، احفظها. والحين الإصدارات الخاصة الغير مرقمة، هذا الشرح لها، كابتشرها واحفظها. بعد زي ما قلت لكم، لوبين الثالث ضد المحقق كونان هذه الحلقة الخاصة لازم تشوفها قبل الفيلم اللي نزل في 2013 اللي هو لوبين الثالث ضد المحقق كونان. وفي برضو حلقة خاصة غير مرقمة اسمها المطارد موري كوغورو، حلقة خاصة عرضت لنا الاستوديو ما اقتبسها من شابتر 694، وما رقموا الحلقة لأنها شابتر واحد بس، فخلوها حلقة خاصة غير مرقمة. وفي اختفاء إيدوغاوا كونان، أسوأ يومان بالتاريخ، هذه عادي تابعها، يمديك تتابعها بأي وقت. لكن الحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى العشرين للأنمي اللي نزلت في ديسمبر 2016، هذه لازم تكون مخلص أنمي كونان نهائيا، ما يمديك تتابعها بأي وقت. وفي بعد قصص جوشو وياما القصيدة، قصص قصيرة من مؤلف المحقق كونان، خفيفة ممتعة، عددها 7 حلقات بس، عادي يعني تتابع خفايف. ملاحظة، في 12 أوفا للمحقق كونان، بس ذكرت الأهم لعلاقتها بالأفلام. تم إيقاف ترقيم الأوفات حيث آخر أوفا مرقمة في سنة 2012 الأوفا 12، حاليا يصدرون إصدارات غير مرقمة. والحين أهم شيء، وين تتابع كونان؟ أول شيء، إذا كان متابعتك من خلال جوال أو تابلت أو أي كان، عندك موقع أنمي ستارت، موقع توفي، وموقع آد أنمي. ونصيحتي، my recommendation، تابع من تطبيق أنمي سلاير، أفضل تطبيق لمشاهدة الأنمي على الجوال. طبعا الكلام كان للمتابعة المباشرة، المشاهدة المباشرة، أصحاب الأونلاين. أما الحين لأصحاب التحميل، سواء أندرويد أو الكمبيوتر، أهم شيء الكمبيوتر، عندك أفضل رابط حق كونان في جميع إصدارات المحقق كونان، أفضل ترجمة ممكن تشوفها، مدونة روبي 7، رابط متجدد في كل إصدارات المحقق كونان، كل تبي يعني كنز ثمين، في قصص أوياما القصيرة، ماجيك كايتو، الأفلام، الإصدارات الغير مرقمة، كل اللي تبي. وطبعا كل الروابط راح تلاقيها بالوصف، وأتمنى من كل قلب أنكم تستخدمون الرابط هذا وتحملون فيه إصدارات المحقق كونان عشان يظل موجود، لأن لو عدد التحميلات ما جاء بالشكل المطلوب راح تتسكر المدونة، فأتمنى أنكم تستخدمونه، نصيحتي، هذا أفضل رابط ممكن تشوفونه. والحين كيف تتابع المانجا أو تقراها؟ قراءة المانجا باللغة العربية، اضغط الرقم، لا أنا شكل قراءة المانجا باللغة العربية مو مترجمة كاملة، بس راح تلاقيها يعني مترجمة من خلال موقع مانجا العرب، بس للأسف وللأفس الدشيش مو كاملة. أما قراءة المانجا باللغة الإنجليزية مترجمة كاملة من خلال موقع من خلال موقع مانجا فريك، كل روابط كل شيء بالوصف. وأي مشكلة وأي استفسار أي شيء تبي، تعال حسابي
شينشي كودو في كل موقع تواصل اجتماعي راح تلاقي هالحساب موجود بإذن الله، وخصوصا تويتر. فتابعني لمعرفة كل ما يتعلق بسلسلة محقق كونان من أخبار، حلقات، شابترات، صور، مقاطع وغيرها. وبالنهاية لا تنسى لايكو سبسكرايبو شيرو، ونشوفكم على خير. جا ما تعشى بنسعب.